الموجز الرياضي يأتيكم من أول قناة إلكترونية جزائر تيوب. أهلا بكم. تعرضت البطلة الجزائرية في الملاكمة النسوية إيمان خليف إلى حملة قذرة من طرف الإعلام الغربي، وهذا للتأثير على معنوياتها قبل بداية أولى مواجهتها في أولمبياد باريس. مزيدا في سياق التقرير التالي. حملة إعلامية ممنهجة ومخططة ضد البطلة الجزائرية في الملاكمة النسوية إيمان خليف من بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي الغربية. الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، والتي تتعرض لحملة شرسة من بعض الحسابات العالمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم وصف واتهام إيمان خليف بأنها رجل يتنكر في أزياء نسائية من أجل فوزية فوق الحلبة. جريدة ديلي ميل البريطانية هي الأخرى خرجت بمقال لمحاولة التأثير على البطل الجزائرية إيمان خليف بشكل سلبي عن طريق مقال يسيء لها. مالك منصة إكس أيلون ماسك اتهم الملاكمة إيمان خليف وقال بأن مشاركتها في الألعاب الأولمبية أمر غير عادل. حملة تضامن واسعة قادها الجزائريون الذين عبروا عن دعمهم وتشجيعهم للبطلة الجزائرية المرشحة لنيل أحد الميداليات في أولمبياد باريس. اللجنة الأولمبية الرياضية الجزائرية هي الأخرى نددت ودافعت بكل قوة عن البطلة الجزائرية، مؤكدا أن هناك حملة باطلة اتجاه هذه الرياضية الجزائرية. اقتراب موعد صعود الجزائرية إلى الحلبة أرعب العديد من منافسيها الذين لن يجدوا أي طريقة للإطاحة بها إلا بالتأثير على نفسيتها وإحباط معنوياتها. البطلة الجزائرية إيمان خليفة، والتي سيكون ردها فوق الرينج لتظهر للجميع بأنها امرأة بألف رجل، وأن حرائر الجزائر يتحلون بشجاعة الرجال. هذا ولقت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف حملة تضامن كبيرة وواسعة من طرف لاعبي المنتخب الوطني على غرار رياض محرز واسماعيل بن ناصر وأحمد توبا وعدلان قديورة وغيرهم من الرياضيين الذين أبدوا تضامنهم المطلق مع الجزائرية وأكدوا لها دعمهم وتشجيعهم لها. هذا وستخوض الملاكمة الجزائرية إيمان خليف أولى مواجهتها الخميس بداية من الساعة 11:20 بالتوقيت الجزائري، وهي التي أبدت على استعداد تام لإسعاد الجماهير الجزائرية التي تنتظر منها الظفر بميدالية. إلى أخبار كرة القدم الآن، إن أعلن فريق شباب الوزداد عن التحاق لاعبه الجديد الدولي مصطفى زغبة الذي التحق بتربص الفريق المقام بتركيا، كما رسم اللاعب ميرزاق التحاقه بنادي دينامو مشاكالا الروسي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لختام هذا الموجز. السلام عليكم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.